مساء الخير يا شباب، عاملين ايه؟ طبعا احنا جروب ميد وان، معظم المحاضرات او كل تقريبا كل المحاضرات اللي احنا شرحناها دي او هتنزل لكم اونلاين دي احنا شرحناها في الكلية قبل كده، يعني دي تاني مرة نشرحها. فمش بقى مش فاضل منكم ان شاء الله ان انتم المفروض تركزوا عشان خاطر الامتحان الفاينل، فربنا معاكم ان شاء الله. احنا المفروض النهاردة هنشرح محاضرة الكاست اند تراكشن كير. يعني ايه كاست اند تراكشن كير؟ يعني المفروض او بالعربي كده كلمه احنا سمعناها كتير كلنا ممكن نكون تعرضنا ليها او ما تعرضناش ليها، اللي هو الشده او الجبس او الجبيره. يعني ايه جبس ويعني ايه جبيره؟ في فرق بين الاثنين؟ اه في فرق بين الاثنين، وهنعرف طيب ده بيحصل امتى او ايه المشكله اللي بتحصل لي عشان اقدر اقول انا هستخدم مع البيشنت ده او مع الشخص اللي قدامي ده كاست اللي هو الجبس او شده اللي هو التراكشن. الكلام ده احنا هنعرفه في المحاضرة بتاعة النهاردة في البداية خالص كده. احنا في الكاست او تراكشن كير ده بيحصل امتى او في حالات ايه؟ طبعا في اشهر حالة او الحالات اللي هي اسمها احنا بالعربي كده بنسميها كسور في العظام، بيحصل عندي اي مشكلة في البونز عندي، فبالتالي فبقول البيشن ده محتاج انا اعمل له جبس او محتاج اعمل له جبيرة او محتاج شدة بس. فده بتتحدد امتى؟ بتتحدد بناء على البيشنت كونديشن، الحالة بتاعة المريض. طيب كسور العظام دي تعتبر من ضمن الحالات الشائعة اللي هي الموست كومن كيسز في البيشنت او الاشخاص عامة او الفئات العمرية المختلفة عامة. طيب بيحصل عندي ساين وسيمتومز او بيحصل عندي كومبليكيشن؟ اه بيحصل عندي ساين وسيمتومز وبيحصل عندي كومبليكيشن. طيب الكسر ده بيجي لي نتيجة ايه؟ نتيجة انا اتخبطت، بلعب كورة، زميلي دخل فيها جامد فحصل عندي كسر في البونز، بجري، وقعت، حصل عندي كدمة، خبطة شديدة، كل ده بيحصل. طيب الأعراض اللي بتحصل لي، اه في أعراض كتيرة ممكن أخد بالي منها لو مثلا عندي كسر في البونز. زي ايه؟ أشهر حاجة خالص الواحد لو اتخبط بيحصل عنده بين، اللي هو الألم. طيب البين ايه تاني ممكن يحصل؟ نزيف، لأن كلنا عارفين إن البونز فيه غني بالأوعية الدموية، يعني لو حصل عندي أي خبطة أو أي كسر فبالتالي لازم يحصل هيموريج، نزيف. طيب بشخص إمتى؟ أنا بشخص الحالة دي مين بيشخص؟ الدكتور طبعا، أنا بروح المستشفى، بروح أي هيلث كير أو أي هيلث كير بروفايدر هيشخصني، هيقول أنا مثلا محتاج شدة، محتاج جبس، محتاج جبيرة. هو اللي بيحدد بناء على الجزء او المكان اللي اتصاب عندي. طبعا بعمل بعض الاشعاعات للمكان دوت وبحدد بناء عليها. طيب في فرق بين الجبس وبين الجبيرة؟ اه في فرق بين الاثنين. البون عندي او الكسر اللي حصل لي ده هو بقول عليه لو في عندي في سيفير بين، في مودريت او مايلد حسب الديجري اللي عندي، بيقول ان الجبيره او الكسر لو بسيط انا ممكن احط له جبيره. مثلا لو زي رباط ضغط، انا مش انا وقعت على دراعي ورم، احتاج احط له جبس؟ لا طبعا، فهلفه برباط ضغط كده مشدود شويه بحيث اقلل الورم اللي عندي ده. اما الجبس ده بيبقى اقوى وافضل فين؟ في البروتكشن بتاعت البش، في حمايه العيان او في الجزء اللي اتصاب عندي. طبعا الجبس ده بيبقى ليه انواع، اه في منه انواع، والجبس اصلا نفسه عباره عن كذا طبقه مش طبقه واحده بس. بيبقى فيه اول بلف طبقه العيانيه اللي هو الدريسنج، وبعد كده بلاستر، وبعد كده الجزء اللي بره اللي هو الخارجي الصلب. ده هنعرف كل ده من خلال المحاضره. فبنبدا في الاول خالص بالديفينيشن اوف كاست. احنا طبعا قلنا الكاست اهو ده اللي هو الجبس، ده حاجه اكسترنال امبوبلايزنج، انا بثبت بيها الكسر اللي عندي في في البودي في الجسم اللي عندي ده شكله. وليه انواع؟ ليه انواع كتير جدا احنا هنعرفها من خلال المحاضره. طبعا محدش فينا ما عرفش شكل، ما شافش قبل كده حد اتجبس او حد حصل له كسر في البونز اللي عنده. بعد كده ال purposes of the cast، انا المبادئ او ليه بحط الكاست او ليه بعمل كاست. اول حاجه عندي اللي حصل لي في البونج ده فراكشر، فانا محتاج اثبته، فانا بحطه في الاناتوميكال بوزيشن عشان كتر الحركه للفراكشر اللي عندي ده ممكن يدخلني في كومبليكيشن. فاول حاجه امبوبلايزد الفراكشر، تاني حاجه بصلح الكسر اللي عندي، كوركت ديفورميتي،
تاني حاجه، تالت حاجه ابلاي يونيفورم. طبعا بعمل بريشر على الاندرلاين سوفت تيشو. واخر حاجه بستابلايز، اللي هو انا بثبت ايه الويكنس جوينت، الحاجه اللي فيها عندي كسر. شورت ارم كاست واللونج ارم كاست، ده شورت ارم من بلوز ايه. تاني نوع اللونج ارم كاست من فوق الابر ليفل اوف اكزيلري، توز ار بال، ومعايا طبعا السم. طيب النوع اللي بعد كده شورت ليج كاست. شورت ليج كاست برضه، شورت ليج كاست هو نفس الكلام في شورت ارم كاست. في شورت ارم بلوز ايلبو، هنا في الشورت ليج من تحت الني، بلو زاني من اول الني خالص لحد التو. طيب ايه تاني من انواع الكاست؟ لونج ليج كاست، نفس الكلام لونج ليج كاست زي ما خدنا قبل كده في اللونج ارم كاست، انا باخد هنا في اللونج ليج كاست. اللونج ليج كاست يعني خد الني معايا، الني بتاعتي موجوده من ضمن الكاست. اللي في نوع تاني اسمه شولدر كاست. شولدر كاست يعني انا دلوقتي واخد معايا المنطقه الارم كلها بالشولدر، بجزء من بالشيست اللي عندي انا، اسمه بودي جاكيت. دي ليه مسمى تاني انا ممكن اقول. ده نوع اسمه الهيب كاست. يعني ايه الهيب كاست؟ يعني واخد منطقه الحوض معايا، مغطي منطقه الترانك باللور اكستريمتي، بالاطراف اللي تحت، بالاجزاء اللي تحت، بمنطقه الهيب، منطقه الحوض، ومعايا وطبعا هو بالتو ليجز بالرجلين، اسمه هيب كاست. وده نوع طبعا كلنا شفناه في معظم الافلام وفي معظم الحوادث، اسمه بودي كاست، اللي اصلا معظم الجسم متجبس مفيش مكان سليم، اسمه بودي كاست. دي بالعربي كده بنقول عليها اللي هي زي المشاية، اللي هو الوكونج كاست، اللي انا ممكن ببقى بعد ما بركب الجبس او انا راكب مركب الكاست بلبسها عليه بقدر امشي بيها. هي عامة بتبقى شورت او لونج ليج كاست، بتمشي للناين الشورت او اللونج، اسمها ووكينج كاست. طيب الابلكيشن اوف كاست، انا دلوقتي انا مطلوب مني انا هعمل كاست للبيشنت اللي قدامي. ايه المطلوب مني؟ اول حاجه بسبورت الاكستريميتي او المكان او البودي بارت بي كاست. يعني انا دلوقتي انا المفروض هجبس او هعمل كاست لدراعي، فهسبورت الدراع بتاعي احطه في الاناتوميكال بوزيشن، ما ينفعش احركه فهعمل له سبورت. تاني حاجه البوزيشن بتاعي زي ما احنا قلنا في الاناتوميكال بوزيشن، ومينتين البارت تو بي كاست ان ذا ناتشرال بوزيشن، لازم احافظ على البوزيشن بتاع المكان او الجزء اللي انا هحط اعمل له الكاست. قبل ما اعمل كاست لازم الجزء اللي عندي بعمل له ووشنج ودراي، اعمل ووش اند دراي البارت تو بي كاست، هغسله واعمل له دراي، واخر حاجه البيشنت يبقى دراب البيشنت. طيب هو ده بدايه مرحله الكاست. اول حاجه بعمل راب للسوفت رول بادنج. ده البادنج ده اللي هو زي الشاش، انا بلف الشاش الاول على دراع البيشنت سموزلي راوند ذا بات، ببدا بلف من بدايه الجزء، من بدايه يعني انا لو في دراعي هجيب من اول البالم، سواء بقى شورت ارم او لونج ارم، ببدا بلفه حوالين البوزيشن اللي عندي الاول بسموزلي براحه، ما ينفعش اضغط جامد. بعد كده بجيب البلاستر اللي هو الجبس بقى عامه، اللي هو اللي انا بحطه في ميه، ويبدا ايه بلفه على دراع العيان وبيفك معايا، اللي هو بيثبت بيه الجبس، اسمه بلاستر كاستنج. وبلف برضه وباخد بالي من دراع العيان متثبت ما بتحركش، والبوزيشن في الانتوميكال بوزيشن ما ينفعش البيشنت يحرك الدراع وانا بعمل له الجبس، بان كده ممكن ادخل عنه في اي كومبليكيشن. الايجيز طبعا انا لفيت ده شورت ارم، خد معايا الصامب ومعايا لحد البالم والبلوزه البو. الايدجز اللي هي الاطراف طبعا، ده هيبقى الجزء ده صلب وناشف جدا، فالاطراف اللي قدام دي اخد بالي وسبورت. هنا اهو هو هنا ماسك البيشنت. طيب بسبورت الكاست اهو، هنا هو بيقول سبورت الكاست ديورنج الهاردنينج، هاندل الهاردن كاست ويز بالم، بسبورت بالبالم بتاعتي الهاند. والكاست نفسه بيبقى لازم يبقى فيرم سموث سيرفيس، لازم يبقى فيرم، وما ينفعش
مهم جدا، ما ينفعش don't rest the cast on the hard surface، ما ينفعش اخلي الكاست او الجبس ده على مكان هارد سيرفيس، لازم يبقى فيرم ناعم، ما ينفعش يبقى مكان ناشف او شارب، وما ينفعش يبقى الايدجز اللي هي الاطراف الجبس اللي احنا قلنا عليها في السلايد اللي فاتت دي تبقى الايدجز بتاعتها متسابه لانها تبقى شارب ممكن تعور، فلازم باخد بالي منها. وافويد البريشر، ما اضغطش، ما حملش على الكاست زياده عن اللزوم. وطبعا الليف الكاست لازم بسيبه، مش اول ما بركب الكاست بسيبه الاول للاكسبوز تو ذا اير، ما ينفعش اغطيه. طبعا لو البيشنت نايم في السرير بعمل له تشينج البوزيشن كل ساعتين عشان خاطر لا يحصلش اي برشر ألسر. والفانز اللي هي المراوح لازم بتفضل شغاله عشان خاطر ينشف بسرعه، لو انكريز الاير فلو اند سبيد دراي، ينشف بسرعه. ما ينفعش بعد ما اركب الكاست اروح جاي مغطيه لا ما ينفعش، لازم يتعرض للهواء الاول عشان ينشف براحته. طيب انا ركبت الكاست وخلاص، قعد الاسبوعين، قعد الثلاث اسابيع، قعد الشهر، قعد الفتره اللي الدكتور قال عليها. انا دلوقتي وحصل السبب اللي انا دلوقتي هعمل كاست ريموفال، معنى هعمل كاست ريموفال يعني السبب اللي انا ركبت بيه الكاست ان شاء الله باذن الله اتصلح، حصل تريتمنت. طيب انا هشيل الكاست. طيب اول حاجه انفورم البيشنت اباوت ذا بروسيجر، يعني انا المفروض قبل ما اشيل بعرف العيان انا هبدا الخطوه انا هشيل ازاي عشان ما يتفاجئش. لازم اي بروسيجر في الدنيا لازم قبل ما ببدا بانفورم البيشنت اباوت ذا بروسيجر. طبعا هي شروط البيشنت الكتريك سو، الاي بروتكشن، لازم وانا بشيل الكاست لازم ابقى لابس اللي هو الاي بروتكشن عشان خاطر واحنا بنفك الجبس ده الحاجات اللي بتطير منه. هنشوف ده عايزين زي ده اسمه كاست سو، بيقولوا عليها كده في معظم المستشفيات، هو المنشار اللي انا بفك بيه الجبس، ما بيعورش طبعا، هو بس كل اللي عليه انه الجزء الصلب اللي بره ده اللي هو اللي ناشف ده هو بيقطعه، وانا بعد كده بعمل سبورت لايد البيشنت وبكمل معايا الريموفال بتاع الكاست، اسمها كاست سو. بلبس اي بروتكشن عشان خاطر وانا بعمل بالمنشار ده في حاجات بتطير من الكاست. الكاست بعد كده هعمل حاجه اسمها الكات بادنج، انا دلوقتي في الفتره في السلايد. وبعد ما مخلص خالص براحه خالص بعمل هاند ووشنج للاريا اللي كان ليها الكاست، بعمل دراي ووش ودراي. وبعد كده بتيتش البيشنت تو افويد رابينج اند سكاتش، ياخد باله من الحركه بتاعة المكان ده اللي احنا لسه فاكين منه الجبس. هنا برضو من ضمن القص اللي ممكن برضو حسب في الليج بقى، برضو بعمل بالقص سو بقطع ده نوع من القص اسمه البايفالف كاست، هو تحس هو اصلا مفتوح منه فيه، برضو بعمل سبورت الكومبليكيشن. يعني ايه الكومبليكيشن؟ يعني مضاعفات القص ليه كومبليكيشن؟ اه طبعا ليه كومبليكيشن، ان ده كل ده ضغط على الجزء اللي حصل عند الإصابة. طيب هحصل أشهر كومبليكيشن عندي حاجة اسمها كومبارتمنت سيندروم، هنعرف يعني إيه كومبارتمنت سيندروم. والبرشر أرسل اللي هي قرحة القرح الفراش، البرشر أرسل البيت هتيجي إزاي هنعرف هتيجي. كومبارتمنت سيندروم يعني إحنا بنقولها كده بالمسمى 4B، يعني عندي بين ألم، عندي بالس لسنس، ممكن احسن النبض يبقى ضعيف في المكان اللي هو فيه اللي كان مضغوط عليه بالكاست. وفي حاجه اسمها اللي هو الكومبارتمنت سنوم، معناها او تعريفها اللي هو انكريز التيشو بريشر وزن ليميتد سبيس، الحركه عندي بتبقى زايده ممكن يدخلني في دامج للتيشو نتيجه البريشر بتاع الكاست. البريشر الارثر ده نتيجه البريشر بتاع الكاست على السوفت تيشو، بيحصل حاجه اسمها بريشر ألسر، سواء بقى في اللور اكستريميتي سايتس دي بيقول لي في الموست كومن بريشر سانو سيمتومز، البين طبعا من الالم، الدرينج، والاودر اللي هو الكلوريشن بتاعه السكن انفكشن، ديكيت سكن انفكشن الاودر بتاعه البريشر الألسر. دول الموست كومن سايتس في البريشر الارثر المفروض احنا عارفينهم وهناخدهم قدام بقى في السلايدز اللي جايه، من شورت ارم هنعرف ايه الاماكن الموست كومن بريشر الارثر، لو الهيب كاست الاماكن، لو اللونج ليج الاماكن اللي هي المناطق اللي هنا برضو يبقى عايشين وبقى عارفين. الايموبيليتي ان
كاست ريزلت المالتي سيستم بروبلم. يعني انا دلوقتي ممكن يحصل عندي اي ساين وسيمتومز لبعض السيستمز الموجوده عندي، ممكن يحصل مشاكل في السيمتومز في السيستمز، زي الريسبيراتوري سيستمز يحصل نيمونيا associated with an effective respiratory effort، نتيجة المجهود أو ال effort اللي الريسبيراتوري يدخل العيان في نيمونيا، التهاب رئوي، يحصل نوزيا، vomiting، abdominal distension والانتفاخ، يحصل urinary tract infection، يحصل infection في ال urinary tract، acute anxiety طبعا وارد جدا. كل دي مشاكل ممكن تحصل بعض السيستمز الموجودة عندي. طيب أنا كنيرس دوري أنا إيه؟ nursing care forecast، هاخد بالي من حاجات معينة أو حاجات أساسية. هنبدأ بإيه أول حاجة من ضمن النيرسينج كير؟ أول حاجة اللي هي النيرسينج أسسمنت. أول حاجة بعمل أسس للنيو فاسكولار سيتس، اللي هو بشوف السويلين في أي ورم ولا لأ، البين في بين، الكول سكين الموجودة بتاعة الإنجري، الديسكالوريشن، البيل أو بلو اللون بتاع الجزء اللي عندي ده، والكابيلاري ريفيل طبعا بشوفه بترجع بعد قد ايه، والنمبنس اللي هو التنبيل التنميل بسميها باراسيزيا، وابسنت اوف بلس. طيب النيورو فاسكولار ستيتس زي المفروض انا في اول 24 ساعه باسسها كل ساعه، يعني انا في اول 24 ساعه. طيب النيرسنج اسسمنت برضو اشوف اسس للبوزيشن، طبعا اشوف البوزيشن بتاع المكان اللي انا كنت مركب له الكاست، اشوف البريشر سايتس في حسب بريشر السر ولا لا، اشوف السكن انتجريتي، اشوف الجلد نفسه او السكن نفسه في اي مشاكل ولا لا، سيفير بين هي ممكن يحصل عندي بين، البون برومننس ممكن يحصل درينج في الكاست، الاودر في باد اودر ولا لا. دي طبعا بعض الاماكن الكومن سايتس اللي احنا قلناها في السلايدز اللي عدت في اللونج ارم واللونج ليج، وطبعا ده في البودي كاست، ممكن يحصل في الشولدر في الاسكابولا طبعا في الـ. طيب خلصت انا النيرسنج كير، هدخل بعد كده على النيرسنج انترفنشن. يعني ايه نيرسنج انترفنشن؟ يعني انا المفروض هعمل ايه للبيشنت ده؟ طيب اول حاجه بعمل حاجه اسمها مينتين اديكويت تيشو بيرفيوجن. يعني انا دلوقتي اخد بالي ان انا بعد ما بعمل الكير ده في بعض الحاجات انا بعملها اسمها النيرسنج انترفنشن، اليفيت الاكستريميتي اون بيلو. يعني انا المفروض الجزء اللي كان فيه المشكله ده ما بسيبوش على هارد سيرفيس، لازم بيبقى فيه عندي بيلو وفي مكان عالي اهو عندي اللي هو الكام طبعا بهندل مويست كاست مع البالم، قلناها في وانا بعمل الكاست بسبورت الجزء بالبالم بتاعتي اوف ذا هاند، واخد بالي من الايدجز، وبعمل تيرن بوزيشن بيشن كل ساعتين. طيب لو حصل عندي اي ساين سيمتومز او اي سيمتومز في النيورو فاسكولار اللي انا في الحاجات اللي انا خدتها قبل كده، اللي انا عملت اسسمنت للنيورو فاسكولار من ناحيه البين ومن ناحيه السويلنج والنمبنس والكلام ده، لو حصل عندي اي سيمتومز او اي اعراض بعمل ايه؟ نوتيفاي الهيلث كير بروفايدر، لازم immediately حصل اي مشاكل، حصل عندي بين، سويتنج، ديسكولاريشن، نمبنس، اي مشكله دول ظهرت مره واحده لازم ببلغ الموجود عندي في الهيلث كير بروفايدر immediately عشان اقدر احلها، والبلفاي نقدر نحلها. وتاني مفيش مشكله خالص عندي قاتل الاندرلاينج بادنج البايفالف ذا كاست مفيش فيها مشكلة، وسبريد ذا كاست كل ده اتقال في المحاضرات في السلايدز اللي قبل كده. طيب مينيمايز الافكت اوف ايموبيليتي، انا دلوقتي عايز اقلل الحركة او اقلل الايموبيليتي او تأثير او الافكت بتاع الايموبيليتي اللي عندي، بعمل ايه؟ بانكارج البيشن تو افويد الماسل اتروفي اند لوس اوف سترينث، انكارج بخليه يعمل اكسرسايز، اشهر حاجه اللي هو رينج اوف موشن، يعني بقى انكارج الكومبلينت ويز بريسكرايبد اكسرسايز ليه تو افويد الماسل اتروفي، عشان خاطر ما حصلش حاجه اسمها ماسل اتروفي اللي هو ضمور، احنا بنقول عليها بالعربي ضمور او لوس اوف سترينث، قوه العضلات عندي هتقل فمن كتر عدم الحركه. فطب انا عايز اخلي السترينث بتاعت الماسل زي ما هي ما حصلش ليها اي مشكله، فبالتالي هعمل حاجه اسمها ايزومتريك اكسرسايز، وممكن اعمل اكتيف رينج اوف موشن اكسرسايز. كل ده بيحافظ على السترينس بتاعت الماسلز اللي عندي، وما بيحصلش عندي اي حاجه اسمها ماسل اتروفي اللي هو ضمور في العضلات. طبعا كلنا عارفين الاكتيف رينج اوف موشن اكسرسايز بالحركات
فليكشن والاكستنشن والروتيشن والكلام ده كله، ابدكشن ادكشن، كل دول بيساعدوا على الاسترينس بتاعة الماسلز، ما حصلش ليه اي اتروفي رينج اوف موشن. طبعا الريبوزيشن طبعا من ضمن المينيمايز الحاجات اللي انا بقلل تاثير الموبيليتي، طبعا ريبوزيشن اند تيرن البيشنت فريكوينتلي، لازم بحرك العيان او بقلبه كل ساعتين عشان ما ندخلش في اي كومبليكيشن. افويد البريشر طبعا، الضغط لازم بحط تحت رجل العيان، لو في الشورت ليج او لونج ليج لازم احط تحتها مخده اقلل الضغط اللي عليها. هستخدم الستوكينج، حاجه اسمها ستوكينج اللي هي الشرابات، بتحسن الدوره الدمويه اللي عندي، الاستيك ستوكينج. وبعد كده هدي العيان مثلا، ممكن اديله انتي كواجولانت من السيوله بريسكرايبد، وانكارج الديب بريسنج، انتي كواجولانت عشان السيوله، وانكارج البيشنت تو ديب بريسنج اكسرسايز، ويكح تو الكافينج ريجولار انترفالز تو بريفنت النمونيا. كل دي اكسرسايز ممكن عيان يعملها وهو موجود معايا، او انا اخلي العيان يعمل. هنشوف ده زي ده اسمه كاست سو، بيقولوا عليها كده في معظم المستشفيات، هو المنشار اللي انا بفك بيه الجبس، ما بيعورش طبعا، هو بس كل اللي عليه انه الجزء الصلب اللي بره ده اللي هو اللي ناشف ده هو بيقطعه، وانا بعد كده بعمل سبورت لايد البيشنت وبكمل معايا الريموفال بتاع الكاست، اسمها كاست سو. اللي هي الباور موفمنت. طيب البيش هدخل بعد كده على حاجه اسمها البيشنت اديوكيشن اند هيلث مينتننس، انا هقول للعيان ياخد باله من ايه في حاله الكاست دي. تيل هيم تو كيب ذا كاست ليمب اليفيتد ابوف ذا هارت ليفل تو مينيمايز ذا سويلنج، على قد ما يقدر ان الجزء اللي انا مركب له الكاست ده يبقى فيه على اعلى من المستوى القلب عشان خاطر يقدر يقلل السويلنج. زي ما احنا هنا above الليفل الهارت ليفل اللي هو في لما في مستوى القلب، لما above the ليفل فوق. طيب ايه تاني ممكن اقوله العيان لو الكاست في لو سواء لونج ليج او شورت ليج، بسبورت المكان ده بيلو مخدات، تحط اند مخده ويفرد رجله عليها عشان يقدر يرفع الرجل، زي ما شفناها قبل كده في الاستاد رافع اللي حط تحت الرجلية مخدات او اي جزء عالي عشان يبقى فيه مستوى القلب. كومبارتمنت سندروم يعني احنا بنقولها كده بالمسمى 4B، يعني عندي بين الم، عندي بالس لسنس، ممكن احسن النبض يبقى ضعيف في المكان اللي هو فيه اللي كان مضغوط عليه بالكاست، وفي حاجه اسمها اللي هو الكومبارتمنت سنوم معناها او تعريفها اللي هو انكريز التيشو بريشر وزن ليميتد سبيس، الحركه عندي بتبقى زايده ممكن يدخلني في دامج للتيشو نتيجه البريشر بتاع الكاست. هافي بيشنت ريبيت اكسرسايز، لازم بيكرر الاكسرسايز اللي عملها دي على الاقل 10 مرات في الساعة او يمشي، ونستركت البيشنت تو كول الفيزيشن، يكلم بقى الدكتور امتى لو هي كان تموف هيز فينجر اور تو، لو انا العين عامل شورت ارم او لونج ارم، شورت ليج او لونج ليج، وصوابع ايديه او رجليه مش ما بتحركوش، فبالتالي في عندي مشكلة، فبالتالي لازم ابلغ الفيزيشن في الحالة دي. حصل عندي تنميل في الافكتد ليمب، منمل، ما طبعا احنا عارفين منمل يعني ايه، فلازم ابلغ الفيزيشن. لو في اي ساين او سيمتومز انفكشن عدوى طبعا ببلغ الفيزيشن عشان ما ندخلش كومبليكيشن. وسبورت هنا اهو، هو هنا ماسك البيشنت اهو، الايد دي بسبورت ودي بتلف الكاست، وهنا برضو نفس الكلام،
الفريق السبورت الكاس ديورنج الهاندلنج، وانا بركز بعد ما شلت الكاست خالص، عملت ريموفال للكاست، بعمل ايه؟ بعمل كليننج للسكين، انستراكت تو كلين سكين بوتر وسوب طبعا، ودراي للسكين طبعا، الورم اجينست السكراتشنج للسكين، وطبعا برجع اعمل البريسكرايبد اكسرسايز، والليفيت الاكستريمتي تو كنترول السويلنج، بخليه على مستوى الهارت او اباف الهارت ليفل عشان خاطر السويلنج. دي بالعربي كده بنقول عليها اللي هي زي المشاية، اللي هو الووكنج كاست، اللي انا ممكن ببقى بعد ما بركب الجبس او انا راكب مركب الكاست بلبسها عليه بقدر امشي بيها. هي عامة بتبقى شورت او لونج للكاست بتمشي. ايوه هي دي شكل الشيب، شفناها كتير، اللي شافها شافها ولا ما شافها. طيب البيربسز اوف تراكشن، مبادئ او الاسس او الاغراض بتاعه التراكشن عندي عشان خاطر اقدر اصلح الفراكشر اللي عندي، عندي فراكشر عايز ارجعه، في كسر، في خلع، فبتحصل كتير جدا في حالات اللي بيلعبوا كوره، بيحصل بقول لك ايه ده كتفه خلع فردهوله، ردهوله ازاي؟ هو ده التكنيك، تو اموبلايز الفراكشر. طبعا بقلل الماسل سباز، وبقلل البين بيفور سيرجري، قبل ما ادخل اعمل اي عمليه جراحيه بقلل البين، او وبمنع الديفورميتي يحصل عندي اي كسر. التكنيك بتاعي وانا بعمل التراكشن عندي اتنين تكنيك، حاجه اسمها ستريت او راننج تراكشن، والتاني البالانس تراكشن. ستريت التراكشن اللي هو احنا انا بشده في نفس المستوى، ابلاي البولينج فورس ان ستريت لاين، في نفس اللاين، في نفس اللاين. البالانس شفناها كتير، هتلاقينا مع الستريت وبعمل بالانس للجزء اللي عندي حصل فيه اي مشكله. التراكشن ليه تايبس؟ ليه اتنين تايبس، تو تايبس، زي ما خدنا التايبس اوف كاست اللي هو اللونج ارم والشورت ارم واللونج ليج والشورت ليج والهيب كاست والشولدر كاست. هنا في التراكشن هم تو تايبس اوف تراكشن، اول تايب السكين تراكشن، تاني تايب سكيلتال تراكشن. السكين تراكشن بيوزنج ويت تو بول اني تراكشن سكين، يعني انا دلوقتي عايز ويت، عايز وزن، عايز طيب خلاص انا نفسي الفايكل سباين. تمام يا شباب، ما ينفعش بعد ما اركب الكاست اروح جاي مغطيه لا ما ينفعش، لازم يتعرض للهواء الاول عشان دي بالعربي كده بنقول عليها اللي هي زي المشاية، اللي هو الووكنج كاست، اللي انا ممكن ببقى بعد ما بركب الجبس او انا راكب مركب الكاست بلبسها عليه بقدر امشي بيها. هي عامة بتبقى شورت او لونج للكاست، بتمشي للناين شورت او لونج. انا بقول لو اي فاكتور ذات مايت ريديوس، اي حاجات من دول ممكن بتقلل الافكتيف ماست بي اليمينيتد، بقللها. البيشنت ماست بي، العيان ده لازم يبقى في الجود بودي اليجمنت، على صحيه كويسه. الكفر بعمل كفر الاكسبوز شارب انتس، اي حاجه شارب الاطراف بتاعتها شارب انتس بغطيها في السكيلت البينس عشان خاطر البينس ده معدن طبعا، ممكن يحصل عندي يعور فبغطي أطرافه.
و روب روبس ماست بي ان ريستراكتد. هدخل بعد كده على الكومبليكيشن اوف تراكشن. اشهر حاجه في الكومبليكيشن انفكشن، نتيجه ان البين ده الحاجه الميتال او المعدن الموجود عند الجسم داخل جوه العيان ده تجيب له انفكشن، ويحصل يمكن احسن من قله الحركه يحصل حاجه اسمها سكين بريك داون قلناها قبل كده او درماتايتس اندر السكين تراكشن. طيب الاموبيليتي لها كومبليكيشن، اه ليها كومبليكيشن قلناها برضو في الكاست، الكومبليكيشن بتاعت الاموبيليتي يمكن يحصل نيمونيا، يحصل يورين تراكت انفكشن، يحصل كونستيبيشن، يحصل بريشر ألسر، يحصل اي مشاكل تانية كتير ممكن تحصل للكومبليكيشن. طيب ايه تاني من انواع الكاست؟ لونج ليج كاست، نفس الكلام لونج ليج كاست زي ما خدنا قبل كده في اللونج ارم كاست، انا باخد هنا في اللونج ليج كاست. اللونج ليج كاست يعني خد الني معايا، الني بتاعتي موجودة من ضمن الكاست اللي انا عامله من upper and middle third of the side. اول تلت في منطقة الساي عندي هنا اهو بالني موجودة معايا، بفضل نازل 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 لحد البيز بتاعي. طيب هعمل assessment الايه تاني؟ هعمل assess ال understanding of treatment plan، بيبقى عندي في بلان ماشي عليها فبعمل لها assessment عشان خاطر اقدر اكمل البلان بتاعتي، وال emotional reaction of to traction لازم اشوف ال emotional reaction اللي هو رد الفعل اللي هو ال emotion العاطفي للعين ده متقبل التراكشن ولا لا، فتبقى في الظروف الاستثنائيه فلازم غصبا عننا بيتقبلها، فطبعا بشتغل عليك هيلث تيتشنج وهيلث اديوكيشن، وطبعا باسس التراكشن نفسها الايكوبمنت بتاعتي سيفتي وافكتفنس اللي مش عماله مش متركبه على الفاضي، والبيشنت بليست اون فيرم ماتريس العين ده نايم على المرتب اللي هي المرتب الهوائيه عشان خاطر الحركه ما تدخلش في سكين بريك داون بريشر ألسر. الايجز طبعا انا لفيت ده شورت ارم، خد معايا الصامب ومعايا لحد البالم والبلوزه قلبه. الايدجز اللي هي الاطراف طبعا ده هيبقى الجزء ده صلب وناشف جدا، فالاطراف اللي قدام دي اخد بالي منها كويس قوي ببتنيها، اللي هي دي العمليه اللي بنتني فيها هنا دي بتنيها عشان الحراف هنا اهي بشكلها برضو بعد ما خلصت لازم بتنيها، باخد بالي من الايدجز بتاعت سموز اتش تبقى سموز ناعمه عشان ممكن تعوض. طبعا بشيك على التراكشن الموجودة عندي اللي اتركبت للعيان. طيب اقدر احافظ على السكين انتجريتي ازاي؟ بالاكزامين بفحص البون برومننس فريكونتي باستمرار عشان من اي بريشر عندي، بشوف السكين اريتيشن اي حصل اي رشح ولا حاجه في السكين عندي اراوند تراكشن حوالين الشده دي، ولو حصل عندي اي كومبليكيشن بعمل بريبورت الكومبلنت البيرنينج سنسيشن او اي حاجه اللي هو البيرنينج سنسيشن اندر تراكشن، لو حصل عنده حاسس ان في حاجه بتحرقه بتاكله اندر سنسيشن بقدر ابلغ فيها. طبعا دي عشان خاطر زي الووكينج اللي احنا خدناها في الكاست قبل كده بتقلل البريشر اللي عندي، وطبعا لو مش كده بحط تحتيه مخده او بيلو او اي جزء عالي بقلل بيه البريشر، لينين ملايه اي حاجه بحطها تحت العين ما يكونش نايم على حاجه فيرم على حاجه سوري حاجه هارد لازم تبقى فيرم سموث. طيب انا دلوقتي افويد الانفكشن ات البين سايتس، لازم امنع الانفكشن ممكن تحصل من البين من المكان بتاع البين ده، فاخد بالي من الفايتال ساينز اهم حاجه الفيفر، لان الفيفر لو عاليه ده بتبقى مؤشر ان يحصل انفكشن، والتاكي كارديا ان الهارت ريت عالي، وباخد بالي واتش فور ساينز اوف انفكشن بشوف الساين وسيمتوم بتاع الانفكشن. الساينز طبعا في بين هيت اللي هو الفيفرش ريدنس و
كل دول ساين وسيمتومز اوف انفكشن. كل البين ده او المكان ده او الحاجه اللي انا عامل بيها تراكشن دي اللي هي الحاجه المعدن دي لازم تبقى موجوده في البون والسكين ووند مص، والسكين لازم يبقى مص بيدراي مش ملعب ماونت اوزنج تو بين سايد ماي. اوكي هقول للعين ايه بيشنت اديوكيشن، بتيتش البيشنت تو البيربسز اوف تراكشن ثيرابي، لازم باخد اديله هيلث تيتشنج عن التراكشن بتعمل ايه ما بتعملش ايه، اخد بالي من ايه حركها ازاي ما حركهاش ازاي، الحركه بتاعتي الاكسرسايز بتاعتي كل حاجه انا بقولها للعيان، والليميتيشن طبعا الاكتيفيتي نيسيسري تو مينتين افكتيف تراكشن، وتيتش البيشنت تو يوز البيشنت ايه، لازم يبقى واخد معاه الحاجة تبقى تساعده هيمشي مثلا عصاية مساند على حاجة، يبقى فيه اللي هو اسمها ايدز بيشنت ايد، وانستراكت البيشنت نوت تو ادجاست اوت اور موديفاي تراكشن، ما يفضلش يلعب في التراكشن او ما يجيش ناحيتها خالص افضل يعني. ويبقى انستراكت البيشنت اكتيفيتيز طبعا احنا قلنا على الاكسرسايز، وتيتش البيشنت نيسيسري تو ريبورتنج لو حصل عنده اي سنسيشن بين اي حاجه في الموفمنت لازم ابلغ بيها على طول الهيلث كير بروفايدر. ثانك يو، دي بقى كانت محاضره الكاست وتراكشر كير، اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضره، بالتوفيق دايما للشباب، وان شاء الله ربنا معاكم باذن الله. شكرا جزيلا يا شباب، شكرا.